يقول لك حافظ، حافظ الوصية لا يجد أمرا شاق. حافظ الوصية ما يلاقيش حاجة صعبة، كل حاجات سهلة. والجميل بقى في كلمة ربنا إن لما الإنسان يقرأ كتير يصير هو كتابا مقروءا من جميع الناس. ده بولس الرسول يقول كده، يتحول الإنسان يبقى نموذج حلو مقروء من جميع الناس. نفتكر أبونا بشوي كامل هنا في اسكندرية، ونفتكر أبونا مخيل إبراهيم في القاهرة، ونفتكر حبيب جرجس في التاريخ، ونفتكر المعلم إبراهيم الجوهري. كل ما تحفظ في الإنجيل كل ما يشكل فيك. عارفين بالظبط زي إيه يا أحباء؟ زي ماما اللي بتيجي لابنها الصغير تقول له كل يا حبيبي عشان تكبر. هو الولد لو وقف قدام المراية وقال لها ماما أنا سمعت كلامك وكلت لكن ما كبرتش ولا حاجة، تقول له بس طول بالك، يوم على يوم وسنة على سنة هتلاقي نفسك كبرت خالص. أنت بالمثل، من خلال الكلمة المقدسة الإنسان بينضج وتصير فيه روح الكرازة.